اول شيء طبعا شايفين اسراء شلون قاعد تحط الميك اب قاعد تحلطم. اسراء معروف عنها العيارة اللي دائما تحلطم، مو عاجبها شيء بس تبي تمشي. كانت هذا الجلاد وايد عايش دور جاد فاذر ونظام الجانجستا، وانا البوس مع هالسيجار اللي قاعد يدخنه. You know I kill you all. Don't talk to me. محمد رضا طبعا نفس ما انتم شايفين شلون شي وايد مندمج بالدور، وهو جريدة الشاهد قاعد يقرا ومندمج بالنظام، قاعد يفكر حق مخططات جديده عندنا بعصابه جاذرينج. الشغله الثانيه، شفت شلون لما اعطيته الورده وبالرومانسيه خذاها مني؟ هذا الحين روم الثاني ان شاء الله راح يعجبك. اي فرق جديد، اهم شيء شنو جاي؟ هذا مقلد مافيا، احنا ما في دين اقدر اقول. مع الثياب هذا راح يعجبك. شوفوا الدفاشة والقسوة نفس ما قلت بحلقة جاذرينج أمس، إن شلون لما أعطيت الجلاد الوردة شلون تي خذاها وداسها، يعني كلش ماكو إحساس، كلش ماكو مشاعر، ماكو قلب، يعني إنسان هارتلس بشكل مو طبيعي. طبعاً أنا بالنسبة لي أنا المسكينة البريئة اللي بينهم، مالي شغل بشيء، هم خذوني غصب، مالي شغل بشيء، جايبة الورد، إنسانة رومانسية. بصير بائعة الورد أنا. نفس ما شفتوا شلون شي الشوكة دشت بإيدي، ولا حد حس فيني، ولا حد قال لي ما تشوفين شعر ولا أي شيء. طبعا ما نزفت يعني لهالدرجة، بس إنه يعني جرح بسيط. وطبعا يعني كان هالبرومو وايد حلو. ثانكس حق كل الستاف اللي اشتغلوا معانا، ثانكس حق مخرجتنا شريفة وكل اللي كانوا موجودين هاليوم. وايد تعبنا، وايد طولنا، شغل وايد متعوب عليه. ان شاء الله يكون عجبكم. انطروني ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني حلقة جديدة وتقرير جديد، فقرة جديدة ومفاجآت جديدة. الحين صار عندك ربو فجأة؟ في شيء اسمه ربو، يعني في مرض يسمونه الربو، يجي من هالسوالف. انت تعالوا معي خلينا نشوف البرومو واللي صار بالبرومو. البرومو هذه كانت فكرة جاد فاذر. تخيلوا احنا قعدنا من النوم، يمكن لا هو انا كنت ما كنت نايمة، انا كنت قاعدة بس انا شي غفيت على الساعة تقريبا 3 الفجر، قعدت لقيت ان مخرجتنا شريفة كاتبة انا مو قادرة انام، انا وايد عجبتني فكرة جاد فاذر، راح نغير البرومو. يعني شريفة ما شاء الله ينزل عليها الوحي دائما على الفجر، ما بالقناة ما يصير، بالش اسمه بمكتب جاذرينج ما يصير الافكار، بس لما تكون لما نكون احنا نايمين تقعد تكلم فينا. طبعا وايد كانت فكره حلوه وفكره جديده اول مره اشوفها، وهذا دليل يدل على ابداع مخرجتنا بعد، وكان شغلنا بعد وايد حلو ومتعوب عليه. حبيت اعطيكم فكره جديده عن يعني بدال كل مره اغاني وكل مره خلينا نطلع شويه عن الروتين اغاني والافلام والسينما، وندش لكم بتعبنا ومواضيعنا الخاصه ببرنامج جاذرينج. ان شاء الله يكون عجبكم الموضوع، عجبتكم الفقره. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. Gathering!
اوه في عبوده. طبعا ان شاء الله بعد نفس ما شفتوا تقرير قبل شوي ما حبيت هالمره اخليكم شيء حق السينما او يعني الافلام. مره احنا سينما جاذرينج او انه اي او انه يعني اغاني خليتها سينما جاذرينج كان رياليتي شو اللي صار برا الكواليس اللي صار بالكواليس يعني برا البرومو. ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا شكر خاص كانت هذه فكره مخرجتنا شريفه العمران مشكوره حبيبتي يعطيك العافيه وان شاء الله يكون عجبكم يعني. لا وايد حلو صكيت انا قلت لهم امس راح اسوي لكم مفاجاه. لا نجحت طبعا تقريرك وايد حلو بس عشان لا انسى ابي اشكر استاذه هدى الجاسر اكيد صراحه يعني استفدت منها كذا شغله يعني متعتنا يعني في اشياء وايد احنا يمكن يعني غضينا البصر عنها سالفه الدوام اشياء ثانيه الاكل بالدوام اشياء الناس يمكن ما تدري انها كلامها حلو كلامها يعني يعطي امل يعطي ان واحد يتفائل بالحياه يعطي خلي واحد ثقه بروحه خلي واحد يشوف الحياه وايد حلوه يعني كلامها وايد يريح النفس يعني مفيد. مرات صدق ضغوطات واحد تيله يمكن من ولا شيء يعني مرات واحد يقعد من النوم متنرفز بس يكون متنرفز كلامها هذا واحد طالع روحه يكلم روحه كلامه الحلو هذا انا اشوف انه شيء وايد حلو انا ودي لو تكلم روحك وفجاه اختك ولا امك ولا اخوك عشان كيف عرفت واذا قالوا لك ليش قول لهم هذا لا والله يعني انا كلام اقول هنيئا لهم اللي راحوا دوره استاذه هدى اكيد احنا راح نروح ان شاء الله في 18 يعني انا راح اكون انا احب هالسوالف الله يوفقكم واتمنى ان شاء الله ان تاخذون علاجات وهناك استفادات هناك بالدوره هذه صبر بس انا صراحه من عندي صراحه شيء جميل اللي شفناه يعطيك الف عافيه شروق الله يعافيك نرد شوي حق تقريرنا تقريرك وايد روعه انا بس حابه اقول شغله عن سالفه التقرير طبعا حمود زيد ترد لنا بالسلامه ومكانك مبين يعني للاسف ما كان موجود معنا بالتقرير بس ان شاء الله نيكست تايم راح تكون موجود ان شاء الله معنا الله يوفقه بامتحاناته ويتوفق واحد والله يوفقك ويوفق الكل بامتحاناته الفاينلز سواء كانوا بمدرسه او بالجامعه ان شاء الله كلهم ان شاء الله يتوفقون كلهم ينجحون طبعا كل اللي بالفيسبوك نعتذر منكم اليوم انه ما قدرنا نقرا ولا تويتر اوجه لكم تحيه وكل اللي بالتويتر بس احنا اسفين بس ان شاء الله اكيد باكر ان شاء الله بدايه يعني بدايه الحلقه راح نقرا الكومنتات مالتكم الحلوه مشكوره على التقرير مشكورين انتم ما قصرتوا طبعا وتنويه يعني السيجار اللي انا كنت قاعد ادخن السيجار اللي انا مضطر ان انا امثل فيه انا لا ادخن ولا شيء بس باليوم هذا اضطريت عشان بس نطلع لكم شيء جميل وشيء حلو فخلونا الحين نختم وياكم ونقول لكم تصبحون على الف خير وباكر ان شاء الله تابعونا حبه حبه مع ان شاء الله نجوم صوت السهاره باكر لان يوم الجمعه راح يكون ختام صوت السهاره واحلى حبتين